السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كاين واحد الصديق نشكره بزاف، رسلنا واحد الفيديو يعيطوا لها روتور ديكسبيريونس. الناس اللي حبت تبلاسي لا توربين تاع التوربو، اللي عندها لا توربين تاع التوربو ضايعه. خويا كريم بارك الله فيك، عطانا نصائح مهمه 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 جدا اللي الناس تبلاسي التوربو. تفضلوا معنا شوفوا الفيديو وان شاء الله يعجبكم الفيديو، وشكرا جزيلا على النصائح. والسيد مول التيربو، تحية لك من الوهران، تحية خالصة من الوهران إلى عنابة. وين إكزاكت في الحجار، أنا ما نعرفكش مي خدمتك عجبت لي، اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اليوم شوف راح نبارطاجيو معكم واحد المشكل عشناه في الطوموبيل تاع خونا نوري. هادية كان عنده مشكل في التربو، رانا عاودنا لا توربين تاعو وركبناها، وان بليس دو سا رانا اليمينينا لا فان اجير، حطينا باستي 22 كيما ما في وصينا خونا ميلود، رانا طبقنا الشيء اللي راك تقول فيه. ودرك خلاص حنا باش نعرفوا باللي اسكو الزيت يطلع ولا لا، رانا جينا لهنا عند خونا اللي خدم لنا التربو باش نكونتروليو لا بريسيون تاع الزيت. رانا هنا في الحجار وهاو الحانوت تاعو هنا اللي عنده مشكل تاع تربو ولا حاجه، راه يجي لعند خونا الازهر وهو راهو دوك يعطينا نصايح للتربو. اعطينا نصايح تاع التربو الازهر باش ما يفزلهمش ولا كي يركبه واش يديروا. هاو خونا الازهر التربو قبل ما يركب لازم يقيس لا بريسيون دويل تاعو، تكون لا بومبا دويل تاعو مليحه، استادير لا بريسيون دويل. نجيبو لاباري هادي ونحطو هادي ونحطو، نحي المانو تاع الزيت وتركب المانو تاع لاباري وتبرونشي ساهله اي بتويو. ها وقداه لا بريسيون لازم تطلع لنا دو بار؟ لازم دو بار. صادق درك حنا كي نوضوا لازم تطلع لنا دو بار لهنا. ها دو بار، دو بار لهنا. كي تطلع دو بار تسمى البومبا راهي توصل تنورها بارده، تكون الكثافه تاع الزيت زايده، تعطيك 4 بار ادمي 4 بار. الله يبارك. يسخن الزيت يلحق سخانه تاع الموتير كيترفنديس، تعطي تهبط لدو بار. دو بار ملاحة تنجم تمشي بها ويعيش لك التربو وما يصرالو حتى ديما. ايوا صافي. انت هنا واش تنصح اي واحد اللي يعاود التربو؟ لازم ديما يشوف الموتور تاعو اسكو يطلع الزيت ولا ما يطلعش. يشوف لا بريسيون دويل، وقات تبدل لا بومبا دويل تلقى لا بريسيون دويل طايحه، تبدل لا بومبا دويل وتبقى طايحه. وعلى هنا طايحه نقدر يكون عنده شيت في البروكا، يكونوا الكوسيني طايحين هنا، يولي لازم يزيد يتحقق من الفربروكا تاعو. صافي. المشاكل اللي صرات لكم الازهر يجوك مجموعه لهنا وعنده مشكل في الموتور، من بعد يقول لك التربو تاعك ما صلحش. يقول لك التربو ويقول لك كاوشين وكذا وكذا، مام يروح يجيب لها حتى تاع الدار تاعها تاع لا ميزون يصوت. لانه عنده بروبليم في الموتور، واللي يهضر لك على التربو يقول لك التربو كارونتي راهو غلط، واللي يقول لك نبيع لك التربو وبالكارونتي راهو غلط، لانه الكارونتي في الموتور ماهوش في التربو. الله يبارك. الكارونتي في الموتور. خلاص خاوتي راكم سمعتوا. يركب الفلتر والفلتر ننصحهم ثاني، الفلتر لازم طوموبيل رونو يركب لها في الرونو تاعها دوريجين، بيجو يركب البيجو، ما يشريش اي فلتر ويركب. شو قبل ما نوض الطوموبيل هاو الحانوت تاع خونا الازهر راهو في الحجار، هاو ينصح اون بليس سا ينصحك. هو قداه الواحد ما حبش يركب لهم التربو، قال لهم حتى تلقى لي موتارك خير ما تركب التربو تاعك ومن بعد هاو يدير. نستناو شويه حتى نوض الطوموبيل ونعاود لكم فيديو واحد اخر. السلام عليكم. لا بريسيون دويل ما تحسهاش بالاكسيراتور، لازم برا رانتي تشوف في الكويك كيفاه طلع لك الدو بار، تبتدي تعود لا بومبا دويل مليحه ولا بريسيون مليحه يطلع رابيد الكويك تاعها يتشوف دارده يطلع لك 4 بار 4 بار يمين، تشحن الطوموبيل كترفنديس يهبط لك الدو بار تحت الدو بار شويه معليش مشي. بصح كيما هذه غرقه لا بريسيون دويل تاعها راهي زيرو، هذه ما يعيش في التربو تاعها. هذه ما يعيش في التربو، هذا يبقى يمشي بها كيما كي يشوف التربو. والمشكل في في البومبا ولا في الشوف؟ دورك يحل يشوف البومبا تاعو، يقدر يلقى صفاية مبوشة بسيليكون ولا بسيليكون هو ريبارا والموتور شعر تاع التانسو يطيح يبوشها يزيد ما يطلعش، ويقدر يكون في الفربروكا هو تيحل يزيد يكونترولي لي باري تاع الفربروكا، يخلي يشوف الكوسين تاعو يلقاها محمر ولا يلقاها مجرى خير، هنا الفربروكا طايح. هنا راهو المشكل فيما
شوال موتير هنا نشتري لي قطعه ولا قطعه كبيره قطعه دوبار دوبار يجي قطعه راهي قرر نعطيها ما طلعتش خلاص تسيلي لي تشوفها نور لي شوف دوك كي تسيلي لي من قطعه يطلع الجيل اللي فيه ها يطلع الجيل هذا وحبت نفسي كله تجربه تعمل زي